بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد من برنامج اسأل ولا حرج، للتواصل معنا، للتفاعل، لطرح الأسئلة، للاستفسار، للاسترشاد، للتعليق على الأجوبة، للإضافة. أيضا أذكركم برقم الهاتف الموضوع على ذمتكم طيلة أيام الأسبوع، اللي هو 00216-93-438-038، بالإضافة إلى العنوان الإلكتروني sl@tunisiatv.tn. كما أذكركم أن كافة حلقات البرنامج لكل المواسم موجودة على موقعي تلفزة تونسية واليوتيوب. يرافقنا كالعادة للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم والإضافة في المواضيع الفقهية والشرعية المقترحة من خلالها فضيلة الدكتور إبراهيم الشايبي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم جميعا، وأحسن تحية هي تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شاكرين لكم اتصالكم وثقتكم بالبرنامج وتقديم أسئلتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا السداد وحسن الجواب فيما نقدمه من خطاب. البداية إن شاء الله باش تكون بالمكالمات الهاتفية، ومعنا على الخط من جابس الأخ محمد علي. السلام عليكم سي محمد علي. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك، تحياتنا ليك ولمشاهدينا في جابس جميعا. تفضل سي محمد علي، قداش عندك من سؤال؟ سؤال واحد تفضل. مثل الانسان يحب يبيع قطعه بعد ما كان يخدم فيها في المقاصه، يحب أيوة. يبيع منها جزء. أي. المبلغ اللي يبيعه راه يخلص مباشره الزكاه عليه، او بعد ما يصرف منها واللي يبقى منها بعد حول. نعم، واضح السؤال، وشكرا لك على الاتصال، وان شاء الله الاجابه تكون شافيه وضافيه باذن الله. تفضل دكتور. بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله. بالنسبة للزكاة هذه هي تعتبر زكاة مال، فلا بد أن يستقبل بها حولا كاملا. إذا بلغ هذا المال نصابا، إذا كان باع مبلغ تجاوز النصاب 8000 دينار 904، فهذا يعني واجب عليه الزكاة. أما بعد عام قمري، بعد حولين الحول، يعني يستقبل به سنة قمرية جديدة. إذا كان بلغ نصابا، وإذا كان هو ملكه التام، يعني ما عندش فيه شريك، ويقبض هذا المبلغ، والزكاة تكون زكاة مال، ما يعادل 85 جرام من ذوق 24 ذهب، أو 595 جرام من الفضة، وهذا غير ممكن الآن لضعف سعر الفضة. المهم أنه قدرناها سناء معناها مالا، ونذكر به دكتور قدرها سماحة مفتي الجمهورية بأنها 8 ملايين و 904 ألف. نعم، 8904 الف مليم، ولا 8904 دينارات. باهي دكتور، خذا مبلغ البيع الارض، يستبقيه او يصرف منها او ما شاء له ان يفعل سنه كامله ثم يشوف روحه. هو هذا المبلغ اذا كان بلغ نصابا، اول حاجه نقولوا احنا نباعه ب 10 ملايين مثلا، هو باش يخرج منه 250 دينار 2.5%، اي ربع العشر. بعد ايش؟ بعد ما يستقبل به عام كامل، عام قمري، عام قمري، وهو مدخره. لكن مش يدخر فيها على خاطر لازم يدخره يعني شرعا باش يخرج عليه زكاه. هو قال سي محمد علي نجم نصرف منه، لا يصرف منه، وبعد اخر الحول يشوف. بالمذهب الحنفي العبره بوجود النصاب في اول الحول وفي اخر الحول. عنده 10 ملايين في محرم، و10 ملايين في محرم القادم. من 1440 ل 1441، من رمضان لرمضان، فيخرج عليهم زكاة هكا بالنسبة للمذهب الحنفي. وهذا على خلاف قول الجمهور، اللي يقولوا إذا كان هو عنده 10 ملايين، باع الأرض ذي ب 10 ملايين، بدا يحسب سيدي من محرم، جاء في رمضان عنده تكاليف، صرف منهم 10 ملايين، صرف منهم مثلا 1000 دينار، 5 ملايين معاش، في معاش طاح على النصاب. بعد رمضان يعني عنده تجارة ولا شيء، رجعت المبلغ من أول وجديد. فهذا يستقبل حول جديد، يبدأ يحسب من أول نهار يرجع فيه النصاب. من دائما منين يوصل النصاب؟ من بلوغه للنصاب. نعم. وهذا إذا كانت الأرض يعني معدة، يعني أرض عادية. أما إذا كانت الأرض هي معدة للتجارة، نعم، تاجر أراضي أو شيء، فهذا يقوم الأرض كل عام حسب قيمتها السوقية. نعم، اشتسوى في السوق يجيب خبير او شيء او كذا، اشتسوى في السوق الارض هذه، اذا كان ارض معدل للبناء او غيرها، ويقول يتاجر في العقارات. وردت علينا عديد الاسئله بالبريد الالكتروني متعلقه بالزكاه، وخاصه في عروض التجاره، يمكن نترقوا لها اذا كان لقينا فسحه من الزمن بين المكالمات الهاتفيه اللي نعطيوها دائما الاولويه، ما نخليوش المشاهدين يستناو. معنا على الخط الان الاخ مقطوف من رقاب. سيدي بوزيد، السلام عليكم سي مقطوف. مكتوف معك برقيب. مرحبا بك سي مكتوف، السلام عليكم. وبيك سيدي يعيشك الله يخليك. تفضل سي مكتوف، قداش عندك من سؤال؟ نعم، قداش عندك من سؤال سي مكتوف؟
عندي سؤال واحد. سؤال واحد الكريم. تفضل تفضل. يزيد فضلك، انا عملت عفاك الله حادث مرور. نعم. توفى فيه وليد الله يرحمه. الله يرحمه. تعيش ان شاء الله. لكن نحب نسال، انا ما نقدرش بدنيتي ما تحملش. أيوة. ما نقدرش الصيام. ايوه. نتاع في الشهرين ثم قالوا لي فين شهرين وكذا. حبيت نسال شنو هي النتيجه، انا متقلق منه ياسر. أيوة. النتيجه اللي تخلصني منها الشيء. نعم، معناها مساله القتل الخطا هكا ولا؟ خطا فعلا خطا. أيوة. نعم. واضح على وجه الخطأ. نعم. هات ان ترقولها المساله نتاع قتل الخطا، فيه شو تسمى هذه، كفاره دكتور ولا كفاره وديه؟ هذا كفاره وديه. هات ان ترقولها المساله ونشوفوا. سي مقطوف قال غير قادر بدنيا على الصيام، شنو هو يتعين عليه فعلا؟ هو في الايه 92 من سوره النساء. نعم. وضح الله سبحانه وتعالى انه وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. نعم. يعني الاصل كون المؤمن لا يبادر ولا يقتل مؤمن الا اذا كان على وجه الخطا. نعم. وان كان القتل يقع القتل العمد، والقتل العمد ليس فيه كفار، بينما القتل الخطا فيه كفار. أيوة. ما يجيش انسان نقتله عمد ومن بعد نقول هاني باش نصوم شهرين متتابعين ومش ندفع ديه وخرج من المسؤوليه، لا ما فيش كفار. نعم. اليمين الغموس ما فيهاش كفار، بينما اليمين المنعقده فيها كفار. يعني انا حلفت يمين واخذت حق انسان ومن بعد نقول هاي الكفاره موجوده في القران، اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم الى اخره. يعني بعد نقول لك والله صمت 3 ايام ونحر رقبه. رب سبحانه وتعالى جعل المسألة هذه عظيمة. نعم. وما كان لمؤمن أن يقتل، مؤمن إلا قتل. أيوة. يعني هذه المسألة لا تكون إلا في حال خطأ. في حال أنه قتل مؤمنا خطأ عليه الكفارة اللي هي والدية الاثنين، الكفارة والدية. نعم. ودية مسلمة إلى أهله إلا. نعم. أن يصدق، ولا إذا كانوا هم يعني سامحوا. يعني لابد كونه يصيم شهرين، فكفارة صيام شهرين متتابعين. أيوة. ودية مسلمة إلى أهلي، يعني يصوم شهرين متابعين كفارة، يعني شهرين مسترسلين. أيوة. اللهم إذا كان جاء ما بيناتهم نهار عيد ولا نهار مرض فيه ولا شيء، إذا كان اقطع بلا عذر يعاود من أول وجديد. نعم. علاش؟ لأن عظمة النفس البشرية اللي أزهقت. سي مقطوف يقول لك أنا صحيا وبدنيا غير قادر على الصيام شهرين متتابعين. جمهور العلماء من المالكية والحنفية والحنابلة يقولون أنه ما فماش بديل على الكفارة هذه، إذا كان عجز كان عنها مريضاً. عجز منها. هذه في مكان بارك الله فيك، مكان مريضة هذه استعملها الشافعية. نعم. قاسوا قال لي هذه نقصوها على كفارة الظهار. أي. ولا كفارة الفطر يوم عمد في شهر رمضان بالجماع. قالوا سيدي فما بدل على الصيام هو الإطعام. نعم. يطعم 60 مسكين. أي. وهذا باهي القول هذا. قالوا إذا كان عجز عجزاً نهائياً على الصوم يتحل عليه الكفارة نتاع، إذا كان عجز مؤقت ينتظر، وهذه قسوة على الصوم العادي، قالوا. نعم. ينتظر حتى لين ترجع صحته. نعم. يعني هذا هو الأصل في كفارة القتل الخطأ. وهذه الدية هذه اللي كانت تشترك فيها العائلة، عائلة القاتل كانوا يشتركوا ويسلمون هذه الدية 100 ناقة أو 100 دينار ذهبي يقدمونها إلى أسرة المقتول. يعني تسمى العاقلة لأن يجيبوا الإبل ويعقلونها في ساحة قبيلة المقتول. هذا في القديم. نعم. ما يحل محلها الآن التأمينات وغيرها. تأمينات. لأن الخطأ دائما فيه نوع من التقصير. نعم. سواء كان إنسان يسوق بسرعة ولا ما انتبهش. أي. ولا ما يعرفش يصطاد. تعميما للفائدة. نعم. يعني 100 ناقة وإلا 100 دينار ولا الاثنين مع بعضها؟ لا واحدة منهم. واحدة منهم. 100 دينار ذهب. نعم. ودينار ذهب راهو 4 دينار كي نقولوا دينار بربي. خلينا نوضحوا المسألة للعموم المشاهدين. كي يقول لك مثلا في التاريخ ولا في يعني القصص ولا في التراث الإسلامي 1000 دينار راهو مش 1000 دينار معناها مليون بعبارتنا الشعبية بفلوسنا احنا، لا راهو الدينار الإسلامي هو 4 جرامات ذهب خالص وربع، يعني ما يعادل قرابة 500 دينار توا. كي يقول لك أعطيه 1000 دينار دكتور. أيه. تعرف الجملة الشهيرة. أيه. يعني 500 مليون بفلوسنا توا. نعم. نوضح المسألة هذه تعميما للفائدة. تعميما دكتور. للفائدة يعني هذه. أيه. هي ما عندوش. نعم. حل آخر. تحرير الرقبة. أيه. مع يعني الآن مش شي رقبة ويحرر. تحرير رقبة مؤمنة. نعم. يعني هذه حتى فورة ألغيت العبودية مش ملغ. نعم. والإسلام هو الذي ساهم في إلغاء. نعم. الرق. صحيح. ثم يعني اخترت الفقهاء. إذن سي مقطوف الأحرى يطعم 60 مسكين على كل نهار. واضح. دينار و500. واضح. نعم. نعم. معنا على الخط الآن الأخت وحيدة من المنيهلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أختي وحيدة. مرحبا بك. تفضل قداش عندك من سؤال؟ زوز أسئلة. نبدأ بالسؤال الأول تفضل. ماش واضح. لا المكالمة الهاتفية ماش واضح. يتحدث واحد يتحدث في الحاجات اللي كنت سهو في الصلاة.
أي نحلم لك راح نمشي في وسط العرب ومعدي وتونس معدي في وسط البلاد. نعم أختنا وحيدة طبيعة الصوت مش واضحة. باش نسألك سؤال ما نعرفش إذا كانت طبيعة الصوت واضحة ولا لا، الفريق التقني ينجم يجاوبني. تنجم تبدل بلاصتك أنت وين أختنا وحيدة؟ ما عندكش الشبكة نتاعك ماشي مريقلة يعني مش متاحة المكالمة أن نسمعوك بوضوح. أنا نسمع هكا باهي هكا. أي واضح. خير أي. تفضلي. عاد أنا كنت بنحلم هناك هناك روحي نمشي في وسط العاصمة وخبطة باش فواتير شاكين. أي. فواتير ومنهم مغرط عليا. وتغلل عليا وتغلل عليا. وأنا نقول لها ما عندك ما تحلم. هذايا في المنام هذايا في المنام. إي نحلم إي. نقول لها ما عندك ما تحلم ما عندك ما تحلم يا الملعون ما عندك ما تحلم. إي سؤال شنو السؤال أختنا وحيدة شنو السؤال؟ إي أنا نحب نتكلم أنت قلت خاطر أنا أمي تحكي في هذه. نجيها و سيطانة ذاك كل ما عندك ما تعملي وين معايا نور الدين. خويا خويا عندي خويا اسمه نور الدين. إيه احنا اختنا وحيده احنا ما رانا ما نفسروش الاحلام في البرنامج. انا نحكي لك هكاي لعله هذه خاطر انا تخرجت خلفي. الوسوسه هذه في الصلاه. الوسوسه في الصلاه ربطتها انت بالمساله هذه. ايه ربطتها هذه انا نحكي لك على هذه. باهي واضح هذا السؤال الاول. هذا السؤال الاول. واضح واضح يا وحيده واضح. السؤال الثاني شنو يقول؟ السؤال الثاني عايش ولدي نحب نقرا القران مثلا وانا في مثلا فوق الفرش. أي. ما نجمش نركع نركع كي نركع. سجود سجود التلاوه. هي سجده. سجده واضح واضح السؤال السجده بتاع القران سجود التلاوه. عاوزها بسبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سجود. واضح واضح واضح. هذا السؤال الاول يعطيك صحه على التدخل وعلى طرح الاسئله وعلى يعني منح ثقتك لنا. دكتور الوسوسه في الصلاه وسهو الوسوسه لهنا اتخذت ابعادا يعني غير معناها معهوده على غرار اني تتخيل في المسائل اللي سمعناها والشياطين تحاول معناها هذه قد في المنام. اي في المنام يعني شو علاقه هذا بالوسوسه في الصلاه؟ وهات خلينا نتناولوا مساله الوسوسه والسهو. دائما ما يطرح هذا السؤال هناك من يعني الوسوسة والسهو متلازمان ومتواصلان دائما في صلواته كافة. بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله. هي الوسوسة قد يعني لا تؤدي إلى سهو، قد يكون عنده وسوسة في صلاته. نعم. أو وسوسة في وضوئه لا تؤدي إلى سهو يعني ولكن كل حاجة في بلاست اي تؤدي يعني إلى قلة خشوع إلى نعم. قلة تركيز وأحيانا تؤدي إلى سهو. كان الإنسان يصلي ويعني يخطئ في صلاته أو ينسى في صلاته فهذا هذا وارد وهذا وارد. صحيح. فأحيانا تكون وسوسة بمعنى مسألة قهرية يعني وسواس قهري يتوضأ ويشك يقول لك انا والله مش عارف على روحي توضيت تو لكن مش عارف ولا نسيت عضو من الاعضاء زعما انا تمضمضت ام لا. فهذا وهذا دائما في كل وضوء يحدث حسب ما قالوا العديد من المتصلين. نعم. دكتور فهذا يعني يعتبر المستنكح هذا وكثير الشك. أي. يعني كل صلاه يشك فيها كذا هذا دائما يبني على ما استيقن يقول انا الوضوء بتاعي صحيح. أيوة. طالما لم اتيقن طبعا اذا كانت انتقاض الوضوء. أي. ما دامني ما تيقنت شاك فلان هذه من مراتب العلم. نعم. لان ثم الشك هو كون يستوي فيه يعني اليقين والشك يعني كون العلم وغير العلم. أي. موجود ومش موجود. أي. مستويين طرفي اليقين شيء اليقين وعدم اليقين طرفي شيء مستويين. ثم الوهم اللي هو ماهوش موجود اصلا. نعم. واكثر منه هو يجي شك. ثم الظن اقوى من الشك كون انا اظن كوني بصفة قطعية. نعم لا أقل شوية من القطعة. إيه فما غلبة الظن يغلب على ظني اللي أنا الغسل متاعي تممته يغلب على ظني. إذا كان غلب على ظنه تمشي هناك نبدو في غلبة الظن ثم بعد ذلك يبدأ اليقين. إذا كان اليقين يعني استيقن اليقين هذيك مسألة عادية. نعم عادي وفي اليقين بيدو ثم مراتب يعني ثم لليقين وثم عين اليقين وثم حق اليقين يعني كون الانسان يشوف حاجه بعينه هذاك عين اليقين كيف يمارسها ويكون فيها يعني حق اليقين. فما فرق بين انسان يقول انا يعني اليقين كوني مش نقل القسم موجود والاستاذ موجود والتلامذه موجودين ولكن وقت يدخل يقرا وقتها تبدا في حق اليقين. حق اليقين واضح. لذلك حتى في البرزخ انا الارواح تكون متيقنه برزخ المساله الفاصله بين الوفاه وال نعم بين الدنيا ويوم الحساب والحساب. نعم. فهو الارواح يعني تنعم بما تراه
من نعيم ينتظرها وتعذب بما يتراه، ولكن حسابها ما بداش، لم تحاسب هي، ولكن هي في مرحله عباره انسان يستدعى الى حفل جميل واضح. وفي ماكولات فيستبشر بما يراه وهو مازال ما دخلش الحفل ومازال ما كلاش. نعم هذا عين اليقين، ويسبق هذا اللي هو علم اليقين. احيانا انسان تجيه دعوه يعلموه يقولوا له راك انت مدعو الى تلك، هو علم يقينا انه سوف يكون في اظن دكتور لا علاقه بين الوسواس هذا ولا الوسوسه والاحلام هذه من هو الشيطان، هو عنده سبب في في الواقع وفي الحلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لواحدهم ان ارى ان راسي قطعت وهي تتدحرج امامي وانا اركض وراءها، فالرسول صلى الله عليه وسلم ضحك وقال له لا تخبر الناس بتلاعب الشيطان بك. يعني احد الصحابه قال كنت ارى الرؤيا فتمرضني، يعني تمرضني يعني تردني مريض. يعني حتى سمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلم انها اذا كان الانسان ينفث عن يساره ثلاث ويستعيذ بالله من شرها ولا يحدث باحدا باذن الله لا تضره. وهي يعني كانت على يقين، وهو ليس عليه ليس له سلطان على هذا. بعد يعني الحلم، ولا خليني نقول من عندما تستيقظ، لكن قبل هل باش يستبق الانسان المسائل هذه وما ما يكونش ديما يعني محل تلاعب مع الشيطان؟ نعم نومه مفرعص وما تعجبش وكذا، يذكر اذكار المساء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح بين يديه ويمسح بيديه كامل جسده، يقرا القران. واذا كان يعني راى شيء منكر في منامه شيء فهذا حلم وهو من الشيطان حقيقة. للتخلص من الوسواس هذا ولا لمقاومته، الوسواس اذا كان وسواس قهري وبشكل غالب وبشكل مرضي فهذا يبني على الاكثر. يقول انا صليت، اذا تشهدت ولا ما تشهدتش؟ يقول تشهدت. بالنسبه لي اذا كان انسان طبيعي يشك كما اي انسان يشك مره في الجمعه ولا كذا ويأتيه شك هذا، فهذا يبني على الاقل. يعني واذا كان انسان سنتين خفيفتين فاكثر يعمل سجود للسهو اذا كان نقص هنا قبلي، وإذا كان زاد هنا بعدي. صحيح. وإذا كان يعني المسألة هذه زاد في الصلاة، يعني هو مش يصلي الظهر 4 ركعات، الرجل يصلي في 8 ركعات ومازال مواصل، هذا يبطبط الصلاة لأن زاد في الصلاة مثلها. صحيح. معناه مش ساهي بركة، هذا مش مش حاضر، مش مركز. والله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنين يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خاشعون. فالخشوع هناك من قال الخشوع حد حتى كبيرة الإحرام. يلزم الخشوع وقت يتحقق اللي هو فرض في تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي فرض في الصلاة. فرض واجب من واجبات الصلاة، ويلزم وقت اللي يكبر يجعل الدنيا كل وراء. صحيح. فهذا قالوا يلزم تكبير الإحرام والقيام لها والخشوع فيها. نعم. يلزم يكون خاشع فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهناك من قال الخشوع يلزم يتدبر القرآن الذي يقرأه، ويستحضر القبلة التي هو يستقبلها، ويستحضر أنه واقف بين يدي الله عز وجل. وهذا يحقق الخشوع، ولكن ديما يبقى خشوع نسبي. لان علاش؟ لان هناك روايات على الشيطان الذي اسمه خنزب، هذا الذي يعني موكل المصلين والذي يوسوس لهم، والانسان احيانا يكون يعني صحيح. مهموم او شيء، فحتى لا باس في ذلك، معناها ما يبطلش الصلاه وما يبطلش واضح. لان هي درجات، اذا كان معناها ما وصلش مرحله الذهول ولا مرحله النسيان ولا مرحله هذا ما تاثرش في الصلاه. خليه السؤال الثاني نتاع اختنا وحيده حول سجود التلاوة في معناها فرصة قادمة يمكن بعد المكالمة الهاتفية هذه، لأنه معنا في الانتظار على الخط الأخ خالد من باب السويقة. السلام عليكم أخي خالد. عسلام أخويا. مرحبا بك، تحياتنا لك. تفضل سي خالد، قداش عندك من سؤال؟ عندي أنا زوج سؤالات. زوج أسئلة، نبدأ بالسؤال الأول، تفضل. السؤال الأول هو سؤال مهم برشا ومعناه فيه برشا غلط. نعم. التنفل وقت الخطبة يوم الجمعة. أي. التنفل تقصد سي خالد؟ ماذا بينا وطحون الأئمة؟ نعم. هذا التنفل وقت الخطبة. التنفل هذا بتحية المسجد وإلا بركعتين ولا 4 معناها نافلة دون تحية المسجد؟ نافلة. بتدخل عمل ركعتين لا نافلة. وقت الخطبة سيدي. وقت الخطبة. هذا السؤال الأول، السؤال الثاني. السؤال الثاني. نعم. هو التنفل بعد الأذان المغرب، مش بعد الصلاة. التنفل بعد الأذان المغرب. بعد الأذان المغرب على الإمام مالك. واضح. هذا هو. واضح. شكرا لك على الاتصال، تفضل تسمع الإجابة الشافية بإذن الله. التنفل عند قيام الإمام، معناها الإمام يخطب ويخطب على المنبر، مش عند قيامه والإمام ويخطب. يخطب والله هي الحنفية يقولون أن خروج الإمام يقطع خروجه من الحجرة. نعم. يقطع التنفل. الكلام الكلام، وصعوده على المنبر يقطع الصلاة. نعم.
واضح. هذا في المذهب. خروجه الحنف. يقطع الكلام وصعوده يقطع الصلاة. يقطع الصلاة ما دام قعد الإمام على المنبر وفاء ما عادش خاطر باش يأذن الأذان. واضح. وانتهى الأمر. أي. والبعض يعني المصلين يعني يبعث لك أحيانا واحد مصلي يقول لك شبيه الإمام ما قالش السلام عليكم. لازم كيف تخرج من الباب الساعة تقول السلام عليكم، زيد كيف تطلع المنبر تقول السلام عليكم، كيف يعملوك الميكرو تقول السلام عليكم. هناك من الفقهاء من كره هذا، يعني معناها مش يبقى يسلم ثلاث أربع مرات، معناها هو جاي أنت جاي للصلاة. نعم. والمشكلة كون هذه رسالة، كما نوجه رسالة لأمام نوجه رسالة حتى المصلين. المصلين أيوة. يعني الإنسان تلقاه في الأماكن كل ينتظر ساكت، كي يبدأ في الصلاة واللي مستعجل. نعم. يعني هذا ما يليقش، يعني صلاة يؤتى إليها أنت، يعني ذلكم الرباط ذلكم الرباط. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انتظار أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا. نعم. والذنوب يعني يرفع به الدرجات. إسباغ الوضوء على المكاره، كون الإنسان يتوضأ إسباغ الوضوء على الإسباغ يعني يوصل أكثر، لأن نعم. الأمة المحمدية يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء. يعني يفيض الماء بكل نعم يعني وعلى المكاره أي. يعني يكره يعني والدنيا بارده والماء بارده حتى كان مش دنيا بارده شفته في العمل في الوظيفه أي. العموميه وكذا باش ينحي ويمشي للكرم الوظيفه العموميه برك حال يعني دكتور يعني فما بالك بالقطاع الخاص في قطاع خاص مشاكل كبيره ياسر في معامل في مصانع يعني نعم. فما يعني على ونحمد الله على ذلك نعم فهذا يعني انسان يمشي يتوضا نعم. احيانا امراه احيانا امراه حامل او كذا نعم. فاسباغ الوضوء على المكاره معناها بصعوبه هذا اجر اجر كبير نعم. قال يعني انتظار الصلاة على بعد الصلاة نعم. فذلكم الرباط ذلكم وأبعد الخطى مسجدا يعني أيه. كون تمشي كل خطوة تمشيها المسجد راي عندها أجر قد ما صحيح. تبعد أكثر قد ما فيها أجر أكثر صحيح. هذه كلها أجر فإنسان يبدأ ينتظر أحيانا أحيان بعض المصلين تلقاه متشنج يعني ينتظر يا أخوي معناه مش عامل مزية الواحد إذن يعني كيف هو جاء يجي بكري شوي أيه. ويصلي ركعتين تحية المسجد نعم وانتهى الامر نخرج من الخلاف. انا دكتور حتى تحيه المسجد كي تدخل تلقى الامام يخطب ما يا اخي هو الغالب يفضل انه الواحد الغالب انه ما يصليهمش الغالب كون المذهب المالكي اللي هو كونه ما يكره تحيه المسجد عند خطبه الامام فما بالك بالتنفل قال هي تحيه المسجد في حد ذاتها نافله نعم نعم هم الجمهور يعتمدوا الحديث كون سليك الغطفاني عندما دخل ورسول صلى الله عليه وسلم يخطب قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهم هذه هي هذا لكن وقت حب الاشاره للسيد لانه فقير قالوا والله هذه ضعيفه كان شنو البعض يعني مفسرين يقولوا كان ثياب ورثة وقالوا قم صلي باش الناس ينتبهوا له باش يتصدقوا عليه نجم غير ما يصلي معناها باش إيه ملكي فاش يقول لك الرسول قال واحنا نقولوا ما تصليش ما فهم حديث اخر اللي هو اعتمدوا الملكيه في نعم. يعني موجود هو حتى في الرساله لابن ابي زيد القيرواني أيوة. يعني اللي عنده الفضل في نشر المذهب المالكي في نعم. هذه الربوع وشرحوها يعني ثمر الداني في شرح رساله ابن ابي زيد القيرواني والفواكه يعني رساله مرجعيه كانت مرجع للعلماء المالكيه الكل نعم فقالوا اللي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هو فما واحد دخل قالوا الرسول اجلس فقد اذيت وانيت نعم. شد بلاستك ما تقومش لا تصلي ولا تقعد معناها خل تكون اجابتنا واضحه من باب اولى واحرى هذا عندهم دليلهم أي. قالوا الرسول قالوا قم فصلي ركعتين الامام يخطب قوم الرسول صلى الله عليه وسلم امام يخطب نعم. قالوا قوم هو جاء قعد قالوا لا صلي ركعتين وخفف ما تطولش تحيه المسجد صحيح وثم شكون اللي قال لا ها الرسول صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك الفعل بحديث لهذا الحديث الحديث الثاني جاء بعد دول واحد قال اي جاء بعد قال جاء دخل اقعد في البلاصه اذا الحديث الثاني هو المعتمد دكتور هذا كل المذهب هم اللي على هذه ورحمه هذه رحمه ما نحبوش نتعصبوا احنا هذه رحمه يعني هذا قال اجلس وهو الاصل كون المصلي يسبق يوم الجمعه وحتى احاديث في فضل اللي يجي له وكان يصدق الوقت توا والحاله معناها احيانا يخلط تخلوط الواحد يصلي يسمع الخطبه يقعد ويدخل طول ويقعد يسمع نعم سمع الخطبه فرض واضح. اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه فقد لغوت اذا هنا الانصات هو واجب الواجب. واجب نعم واضح واضح الاجابه بالنسبه لل سؤال ثاني نعم اسال سؤال ثاني لكن هات نجاوبوا على سجود التلاوه بالنسبه للاخت وحيده قالت ما كانش لي حالتها البدنيه انهي تسجد شو تبدا قاعده على سريرها وتتلو في القران شو نقول لها والله هو الاصل كون سجود التلاوه سنه نعم جاء انسان قام موضع السجده في القران الكريم خر ساجدا قال سجد وجهي للذي صوره والذي شق سمعه وبصره بلا حول مني ولا قوه ولا لا يا ربي تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود او شيء من هذا القبيل قام به جيد لكن يعني ذا لم بعض الصحابة ثبت عنهم نعم. ذلك حتى سيدنا عمر بن الخطاب
لكن هناك من ترك ذلك، يقول كما من نخطب نصلي بالناس نقوم ولا نقرا في القران انا ما باب مسجدش فلا شيء عليه، لا شيء عليها، لا شيء عليها. الوحيده السؤال الثاني نتاع اخونا خالد، النافله ابان ولا اثر اذان المغرب صحيح. نعم قبل اقامه الصلاه هو الوقت الكراهه زال حقق الحق. ما دام دخل والكراهه من العصر للمغرب يعني بعد، لان ما عادش فما، لان من مواضع الكراهه هذه زاد عند المالكيه. واخونا معناها سي خالد، سي خالد معناها اكيد فما جدل قائم في مسجد من المساجد ولا شيء، احنا اللي عليه مساجدنا هو المذهب المالكي. فاحنا نمشوا بالوحده المذهبيه باهيه وحث عليها الاسلام، خاصه في العبادات. نعم. خاصه في العبادات يعني انا في الامور الاخرى، واحيانا كيف نبدو في مكان عام كما في الحج ولا شيء نتيسروا ناخذ احيانا في مسائل معينه في الميراث ولا شيء ناخذ حتى في المذهب من المذهب الجعفري ناخذ الايسر وكهو، لكن احنا ما دام هذا الذي عليه العمل الذي عليه العمل حتى لا يحدث خلاف، خاطر هذا عنده دليل وهذا عنده دليل. تو انا علاش نقول ديما برشا اخوان يلوموا فيه. انا يا اخي نخبي عليه في الدليل الغدوه الحي يدخل يعني يقول لك ها موجود، يعني مش نحجبه في الدليل احنا. فعادي الفقهاء وسع بعضهم بعضا، ولكن رأي الاغلبيه في الاسلام معناها على المستوى الجغرافي والمستوى يعني العدد يؤخذ به اكثر من تفاديا للاشكاليات، هذا ما يقوله العلماء والفقهاء. هو يقتدي بالمذهب الواحد في العباده الواحده، هذا ايش حابين نقول؟ اي ما يجيش في تكبيره قاعده هذه نعم معروفه، ما يجيش في تكبيره الاحرام حنفي وفي القبض شافعي وفي السد يعني مش ما يوليش خليط خليط يعني قال واحد حنفشاعي يعني في كل شيء. فهذا كيما في القراءات يعني مش يقرا على روايه واحده، مش يقرا على ورش، مش يقرا على قالوا مش على حفظ يعني حتى يعني من باب الالتزام يعني لا اكثر لا اقل. مش معنى كون خط هذا وذاك لا يعني، وهذا ما قاله حتى الامام احمد بن حنبل الذي كان يرى كون الرعاف يعني ناقض الوضوء. نعم. كان سنسال الدم خروج الدم من الانف نعم. يقول يعني ينقض الوضوء، بينما الامام مالك اشترط في ذلك ان يكون مقدار معين مقدار درهم البغل، يقولون يعني كونه اتساع معين الدم يعني نجس برشا دم. فقالوا له اذا كان صليت خلف امام ورعف تقول السلام عليكم وتبطل انت الصلاه، قال السائل قال ويحك كيف لا اصلي خلف امام دار الهجر؟ كلا ما نصليش وراء الامام مالك، ما دام الامام مالك قال بالقول هذا نصلي وراه. الامام الشافعي يقول الناس والفقه عيار على ابي حنيفه، معناها ما ثماش الاشكاليات التعصب المذهب. خلينا نقولوا ما كانتش فما توا ولا للاسف الشديد موجوده حتى قبل عملوا في بعضهم يعني اي مش حتى قبل صارت يعني الاشكاليات اللي التمذهب والتعصب هذا هو اللي يخلق الاشكاليات. لكن الذي عليه كون اذا كان اذن المغرب وقت الكراهه زاد، الملكيه يعتبرون من العصر المغرب وقت كراهه، وقت الشروق وقت كراهه، لذلك حتى في الشروق حتى الوقت ايش دكتور النافلة حتى ترتفع الشمس يعني قدر اربع دراج كاك 20 دقيقه اربع دراج بعد شروق الشمس اي لان يقولوا الشمس تغرب بين قرني شيطان وتشرق بين قرني شيطان. لكن هنا غربت الشمس، وهذا الرسول قال اذا غربت الشمس من هنا واقبل الليل من هنا افطر الصائم، قرص الشمس غرب. فانت انا صايم مثلا وما عنديش لاني في عندي مسجد لا عندي ساعه لا عندي شيء في سفر او في مكان او شيء، فنعتمد نرجع للامور الطبيعيه. نعم. هذا كما علاش تو يقول ترتفع الشمس قيد رمح وقيد رمحين حتى في صلاه العيد عيد الاضحى وعيد الفطر، لان يعني كانوا يقدروا قبل يجيبوا رمح ويشوفوا حتى تو احيانا ما يتساءل الانسان راهو وسائل الحضاره والتكنولوجيا الحديثه الهاتف ينتهي شحنه والساعة تتعطل والسيارة تطيح يعني نقولوا احنا معطبة في مكان ويحتاج يجتهد الإنسان يجتهد كما قلنا يرجع للأصول اللي هي غروب الشمس غروب القرص يجتهد في تحري القبلة في كذا. نعم. وإذا كان اجتهد وبعد اجتهاده يظهر له خاطئ يعيد تلك الصلاة استحبابا. نعم. إذا اتسع الوقت واضح إذا ما عرفش القبلة سيزيد وصلى وحده اجتهد بعد تلك بعد يعني رجع يعني سال ولا دخل معناها الكشك ولا كذا محطه واحد سال في السفر قال لهم بربي قال قبله في المسجد منه فيعاود الصلاه. نعم. من باب الاستحباب. اذا التنفل جائز بعد بعدها وقت خروج وقت الكراهه اللي هو غروب الشمس. نعود الى الزكاه. الدكتور في انتظار المكالمات الهاتفيه لانه ورد علينا هذا السؤال بالحاح وممكن كنا باش نطرقوا له في حلقات فارته. دائما ما يسالونا الاخوين اللي عندهم يعني مشاريع وعندهم محلات تجاره وكذا على الزكاه في عروض التجاره كما اسلفنا القول في بدايه البرنامج.
شنو نجم نقولوا لهنا؟ هو احنا مثال في السؤال اللي جانا، اذا كان هو تاجر تاع اراضي مثلا في الارض، هو باش يقاومها كل عام يشوف قيمتها في السوق اش تسوى. ينجم يكون شراها ب 10 ملايين في السوق تسوى 100 مليون، ينجم يكون شراها ب 10 ملايين هي في السوق تسوى مليون، يجيش يخرج على زكاة وهي تسوى لا. اقل لا. من يشوف اولا قيمتها السوقيه، قيمتها السوقيه مش قيمتها الشرائيه، مش بقداش شراها هو، قداش تسوى ويخرج عليها. هذه بالنسبه للعقارات والامر المعدل للاستغلال كما قلت انت، زكاه التجاره المعدل سامحني للتجاره، لان الزكاه تكون في المال يعني المستفاد اللي يضر المال النامي. يعني علاش الرسول قال ثمروا في مال اليتيم حتى لا تاكله الزكاه؟ جيش واحد خلى لابوه مش عارف انا 40 شاة كل عام خرجوا منهم في الزكاة في عوض يعني يزيدوا يكثرهم له كدافة، والآخر خلاله حرث كل عام يخرج منه في الزكاة، حرث معناه نقول أرض زراعية ولا خلاله مال خرج منها الزكاة، والمال هذاك ما ينميش ما غير استثمار، ما غير استثمار يمشي. فالزكاة تكون في المال اللي فيه يعني استثمار، هذا هو الزكاة، لأنه يعني جاي من النماء وجاي من الزيادة صحيح. يخرج الزكاة. هذا تاجر يتاجر في يتاجر في ملابس، باش يقوم هو السلعة هذيك اللي عنده الكل، وشوف السيوله اللي عنده في قداش عنده مال وقداش عنده سلعه، ويحسبهم وكل، وشوف نصاب زكاه المال في العام هذا قداش، اللي قلنا احنا سنه 8 ملايين و900 الف و4 الاف، يعني يخرج عليهم نصف العشر 2.5% دائما نفس الحسبه، قداش عنده مال سيوله وقداش معنى قيمه السلعه، قداش عنده ديون عند العباد قادر على استرجاعها، اي قادر على استرجاعها دين يعني متاكد منها اللي مش اي نعم اللي مش متاكد منها، يولي هذاك يخلص نهايه يوم قبضه لعام واحد فقط. اذا كان دين شخص ما عاد ضاعت وسائل الاتصال به وهو غارم وما عندوش فلوس وكذا وما خرجش عليه زكاه، بعد جاه لاخر ميراث جاته حل افرج ربي عليه سبحانه وتعالى، جاب له قال له خويا هاي ال 10 ملايين اللي تسالهم لي، باش يقوم هو يقول هذا نسالهم له انا من 2003 باش خرج عليهم شوف كل عام، لا خرج عليهم زكاه عام واحد يوم قبضه. نعم فهمتني، يخرج عليهم زكاه عام واحد. دكتور بالنسبه لمن يمتلك عديد المنازل مثلا ولكن لا يستغلها لا للكراء ولا للبيع ولا للشراء، يعني يقطن منزلا في فصل معين ويزور منزله الاخر وكذا، لا يزكي عليها هذا ايضا تفصيل دائما ما يرد عليه. الاشياء اللي يستعملها انسان ما فيهاش زكاه مهما كانت، مهما كانت حتى كان عنده معناها عمارات وكذا، ما عنده دار فخمة عنده كذا، طالما انه عنده حلي ذهب تستعمل فيه المرأة احجار كريمه، واضح معناها كالياقوت الحلي مهما كان قيمته حتى كان معناها قيمه كبيره ياسر تستعمل فيه المرأة وتلبسه ديما ما فيش زكاه، ما فيش زكاه. لكن واضح. هنا انا نرجح المذهب الحنفي اللي يقول خرجوا عليه زكاه لان الفقير اولى صحيح. اما الاحجار الكريمه كالياقوت وكالعنبر يعني المرجان نعم. وكل ما فيش زكاه نعم. معنا على الخط الان مواطن من الجنوب فليتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك، تحياتنا ليك ولأهالينا وأخوتنا وأحبابنا في الجنوب الكل. تفضل، قداش عندك من سؤال؟ الله يبارك فيكم. عايش سؤال واحد إن شاء الله. تفضل. مرحبا. والله أنا نخدم على أساس مؤسسة وأمور غذائية، لكن يخدموا مع الوتلة، هم يلزموا الخمر للوتلة وكذا. أها نعم، يبيعوا معناها يبيعوا المواد الكحولية للنزل. مؤسسة تجارية، وأنت معناها حارس على هذه المؤسسة وتقوم بفرائضك وواجباتك الدينية، تسأل عن قصدي معناها سيشات وقت بها صغار محللات ولا محرمات. أنا حبيت واضح السؤال، واضح. تفضل دكتور. عايش شكرا لك. أيوة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم لعنة الخمر على 10 أوجه. نعم وذكر البداية بتاعها الكل شاربها يعني من غارسها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه أكل ثمنها. نعم هو أخونا السائل الكريم هو ليس مساهما في هذه المحاصرة التي قام بها الإسلام، لأن الإسلام يطوق المنكر. نعم ما يجيش يقولك مثلا السرقة حرام، يقولك من اشترى سرقة فهو شريك في إثمها وعارها إلى يوم القيامة. يعني أنت علاش خاطر هو سرق وأنا خويا لا نشري منه، ما عملتش حرام، أنت تشجع فيه على السرقة. أي إذا كان تعرف كون هو سرقها تعرف هو يغلب على ظن. أحيانا فما عباد معينين يغلب على الظن اللي هم سارقين. نعم. ساعات حد يجيب لك هاتف جوال يسوى 1000 دينار يقول لك خويا أعطيني 40 دينار وهز. فما شكون يقول لك لعله مستحق فلوس في تلك اللحظه مع صاحب واضح من هيئته، فما اسواق معينه معروفه، فما اماكن معينه معروفه اللي هي نتاع والله الهيئه ماشي دليل دكتور، لانه يعني معروف اذا كان ريت واحد بدله وربطه عنق راهو من الفقراء تو بالعكس. قلنا الغالب على الظن، نحن يغلب على ظنه اللي هو يعني من هيئته اللي نعم. هو يعني معناها منحرف أيوة. او شيء أيوة. فواضح هذه فما امور توضيح الوضيحات من الفضيحات. إذن فانا ما نشجعوش. نعم. كذلك هو اخونا يعني هو ماهوش في الدائره هذه، وانما هو يشتغل في شركه، وهذه الشركه تقوم بنقل
نقل بضائع ومن بينها الخمور. أيوة. بيع المواد الغذائية الكل بما فيها المسألة هذه. نعم هذه هو هنا إذا كان وجد عملا آخر يخرج من الشبه. خطر فيها الشبه. يخرج من الشبه لأن من بين الأصناف اللي تجد فيهم هذا الأصل كونه الأغلب له حكم الكل. هذه شركة تاجر يعني تلقى فيها يعني أحيانا 100 نوع من السلع، 100,000 نوع. نعم. يعني تمشي شركات يعني كما نعرفوا المحلات الكبرى نتاع الكبرى لكن الفضاءات الكبرى تلقى فيها مئات الاف الانواع. صحيح. من الخضر للادوات للبطاريات للالكترونيك للكهرباء للعجلات المطاطيه تلقى فيها حتى الدراجات تتباع كل شيء. نعم. ومع هذا تلقى الصنف اللي هو الخمر يتباع. نعم. فالغالب على مداخيل هذه الشركه هو حلال. نعم. فالحكم يكون بالاغلب. نعم. والقاعده الفقهيه ان النادر لا حكم له، لأن حاجة نادرة. والغالب العبرة بالغالب، الغالب لو حكم كل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا ماء يعني قلتين ماء، قلة الأولى القلة الثانية وفيه طرف يعني، فهذا إعطاء الموجود حكم المعدوم. إنسان لبسته كله ثوبه طاهر ماشي باش يصلي ولكن فيه يعني قطرة خبث، قطرة خبث من أثر ذباب أو شيء، فهذا لا عبرة به، أو قطرة دم أو شيء. إذن أخونا أخونا هو لهنا يعني خروج من الشبهة. هو مش يعني مش يقولك لا هذا حرام وبرا أخرج يعني أو خلي وربي سبحانه وتعالى يعني متكفل بالرزق. نعم ربي متكفل بالرزق، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. صحيح. وهذا مجرد اتصاله والورع متاعه هو يعني على الهواء مباشرة دليل على كونه سام يخشى كونه ياكل يحط لقم حرام في 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 فمه. نعم. ومع ذلك هو يبحث على عمل اخر. اذا وجد عمل اخر ولو بمقابل اقل يحتسب ذلك صدقة وقربة لله سبحانه وتعالى. وإن لم يجد ما يلقيش بنفسه لل يعمل. نعم. وهو كاره ديجاه يعني ما هو أصلا يعمل وهو مش معناه فرحان بالشيء هذا، ولكن كما قلنا الأغلب له حكم الكل. تفضل. نعم شكرا لك دكتور على هذه الإجابات الضافية والشافية. شكرا لكم على الاتصال أيضا، على محاولة الاتصال بنا إن شاء الله تتمكنوا من ذلك في فرص قادمة. نشكر أيضا الفريق العامل معنا فردا فردا، وأذكركم بوسائل الاتصال والتواصل اللي هي الرقم الهاتفي المضاعف لذمتكم طيلة أيام الأسبوع 00216 مفتاح تونس من الخارج 93-438-038. العنوان الإلكتروني sal@tunisiatv.an. كما أذكركم أن كافة حلقات البرنامج موجودة على موقعي التلفزيون التونسية واليوتيوب. في الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.